السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في متابعتنا الخاصة بشأن ثورة تشرين ضد الأحزاب الفاسدة في موجتها الثانية، إذ يواصل طلاب المدارس والجامعات إضرابهم واعتصاماتهم تأييدا للثورة بالتزامن مع مشاركة الأساتذة والمعلمين في هذه التظاهرات المطالبة بإسقاط النظام. نرحب بدءا مشاهدينا الكرام بضيفنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي دكتور رافع الفلاحي. مرحبا بكم دكتور رافع معنا. مرحبا استاذ نصير، اهلا وسهلا. وايضا نرحب بالناشط والشاعر العراقي السيد شاكر السامر، اذا كنت تسمعنا، وسيكون معنا بعد قليل. سينضم الينا ايضا في اثناء هذه المتابعه الناشط المدني من ساحه التحرير علي عزيز. اذا نبدا دكتور رافع من الناصريه. الحقيقة الناصرية اليوم هذه المدينة تشهد ملحمة يسطرها المتظاهرون منذ أيام. ما تفسيرك دكتور رافع لهذا الصمود الأسطوري في هذه المدينة أمام آلة القتل الحكومية التي تزداد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أستاذ نصير، هي كل مدن العراق تتعرض، يعني كل المدن التي ثارت ضد هذا النظام اللي يعني جاءت به امريكا من عام 2003 لحد الان ورفضته من عام 2003 لحد الان، كلها يعني تمت مواجهتها بالقوه وبالعنف وبالقتل وبالحديد والنار كما يقال. الناصريه لا تختلف عن غيرها الحقيقه. يعني البصره اخذت دور وما زالت، الديوانيه، المثنى، النجف، كربلاء، بغداد، كل المدن يعني هكذا هم يتصرفون معها. لكن ربما يعني عندما يكون التغطية الإعلامية تسليط الضوء على بعض المدن على بعض المناطق قليل، هم يتصرفون، يعني هذه القوى الأمنية قوى الميليشيا وتتصرف على راحتها أكثر، لأنه لا رقيب ولا أحد ينقل، ولا ناصرية ربما جزء من هذا مغيب الصورة جزء من عندها، لذلك استخدموا القوة والقمع بهذه الطريقة. الحقيقة يعني أهل الناصرية أولا مشهورين، يعني بها طبقة مثقفة عالية، بها مجموعة من الشباب بحالها حال المدن الأخرى مثل البصرة، لكن الناصرية معروفة يعني وقدراتها، وساندت دائما في التظاهرات كلها. كانت الناصرية لها يعني لها حساباتها ولها دورها في كل هذه التظاهرات التي خرجت في العراق. والحقيقة من أول يوم، يعني 1 تشرين الأول عندما خرجت في بغداد تظاهرات، خرجوا في الناصرية أيضا وأيدوا بغداد وأيدوا نفس التوجهات. والتنسيقية كانت عالية بينهم وبين المركز في بغداد وبين البصرة وبين باقي المحافظات. القوى الأمنية والقوى الميليشياوية تقسى كثيرا، تعتقد، وهذا يعني هذه الحكومة وهذه أحزابها، أحزاب السلطة هذه تعتقد هكذا، تعتقد انه مدن الجنوب هي حاضنتها. لان تنظر هي من منظار طائفي. وهذا المنظار غير موجود عند الجماهير، هذه الجماهير التي خرجت غير طائفيه. لا تريد الطائفيه وضد الطائفيه، لكن هذه الاحزاب تنظر الى هذه القضيه بعين ريبه وبعين استغراب ومفاجأة كبيرة أن تخرج هذه الجماهير ضدها وتطالب بإزالة كل هذه الأحزاب وإسقاط العملية السياسية وإسقاط الحكومة. الهم العراقي واحد. يعني هذه الكارثة العراقية لم تأتي على منطقة دون أخرى، يعني لم تأتي على الرمادي فقط والناصرية كانت غير مشمولة بها، لم تأتي، رغم انهم كانوا يتحدثون انه جينا من اجل المظلوميه ويتحدثون بلغه طائفيه، لكن الحقيقه اهل الجنوب واهل الغربيه واهل الشرقيه واهل الشمال كلهم يعني تحملوا هذا الضيم، تحملوا هذه الكارثه، والكارثه كانت على عموم العراقيين. هذه الطبقه الصغيره من ما يسمون نفسهم سياسيين، هم بعيدون حتى عن السياسه. ذولا تجار حروب، تجار دماء، تجار اموال، صفقات، هذا التسمية مالتهم الحقيقية. أما أنهم حتى هذه السياسة، هذه اللعبة، هم غير بارعين بها ولا يفهمون أنها شيئا. الحقيقة هم فقط سرقة وعصابات لا أكثر. لذلك وعى الشعب دكتور وخرج من والشعب أجل ذلك. هو تأذى، تحمل كل هذا الضيم، وجزء من عند أهل الناصرية، هم جزء من أهل العراق، فلذلك
لديهم بطالة عالية، لديهم فقر عالي، لديهم أمراض كثيرة، ويشعرون بمآسي العراقيين في كل مكان. نعم. وكانت الوعود كبيرة من عام 2003 لحد الآن، وعود كبيرة بالتنمية والازدهار، وإذا بهم يجدون ثلاثة أرباع المحافظة هم عاطلين عن العمل، شبابهم يتخرج من الكلية يجلس بالمقاهي وعلى الأرصفة غير قادر أن يبني نفسه، وإما أن يضطر إلى الهجرة خارج العراق وهكذا بالنسبة له، ويعرف أن وطنه يزداد ضيما، يزداد انكسارا، يزداد الفساد، يزداد تخلفاً، يزداد، ويرى انه الكثيرين يزدادون غنى على حساب الشعب وعلى حساب مصالح الناس، فبالتالي طلعوا الناس بهذه الطريقه، لكن واجهتهم هذه القوات بآلة غاشمه يعني سحقت الجميع. طيب. لكن هل ستستطيع ان تمضي في طريق هذه الآلة؟ انا اعتقد لا، الشعب بالاخير هو الشعب الذي سينتصر، وهو الذي يعني يحقق إرادته في النهاية. نعم. نرحب أيضا بضيفنا هاتفيا الناشط والشاعر العراقي سيد شاكر السامر. مرحبا بك يا أستاذ شاكر معنا. أهلا ومرحبا بك أستاذ عزيز. حياك الله. يعني مئات الطلبة وحتى مئات المدرسين والملاكات التربوية عموما وآلاف الطلبة كما قلنا انضموا إلى اعتصام ساحة الحبوبي في الناصرية، ونحن لا نخصص هنا كما تفضل قبل قليل دكتور رافع، ولكن هي نموذج من محافظاتنا العزيزة في البصرة، في بغداد، في جميع المحافظات. يعني ما أثر دخول الطلاب والملاكات التدريسية في خط الثورة في الناصرية؟ هذا العزيز تحياتي لكم وللضيف الكريم. حياك الله. تحياتي لكل المتظاهرين في ساحات العراق الذين رفعوا رؤوسنا عاليا، الذين رفعوا رؤوسنا عاليا وأعادوا لنا الأمل إلى نفوسنا، الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى. هذا بالنسبة للناصرية. الناصرية تعتبر بؤرة الاتجاه اليساري في العراق صراحة، كان يسموها موسكو العراق. نعم. يعني اتجاه فيها تقريبا نقول 60 إلى 70% هو اتجاه علماني غير ديني، علماني غير ديني، أؤكد على هاي. طيب. بسبب الاتجاه اليساري الواسع الموجود فيها. ثانيا التجربة هم مع السياسيين وخصوصا الأحزاب الإسلامية من 2003 لحد الآن فشلت فشلا ذريعا، كما تحدث الأخ الأستاذ رافع الفلاحي بأنهم جاءوا بحجة المظلومية. نعم. يعني قوسية مظلومية الشيعة، يقولون بأنهم صار 1400 سنة من الرسول إلى الآن ما حاكمين، فكانوا يعني يوجهون الناس الاتجاه باتجاه استلام الحكم. نعم. من الطائفة الشيعية في العراق. فهذا التسويق هذا اللي هو مو صحيح، تسويق باطل. نعم. لأنهم فعلا جاءوا ولكن لم يحققوا أي، بل دمروا البلاد، يعني المجتمع العراقي دمروا البلاد. نعم. والفساد ولو صحيح يعني فعلا هم جايين مظلومية، كان طيب. الأولى بهم أن يحققون الرفاه والخدمات الاجتماعية، الضمان الاجتماعي، العدالة الاجتماعية، الرقي الثقافي والاجتماعي، التعليم الصحي في هذه المدن. لكن في الحقيقة هو من جاء بهم؟ جاء بهم الاحتلال. نعم. هم صنيعة الاحتلال. طعم. الاحتلال الأمريكي، فكلهم لصوص كما قال عنهم طارق عزيز، جاءوا بمنهج يعني منهج طائفي، جاءوا بمنهج تخريبي، كلهم لصوص وسرقة وحرامية. طيب. فما حقق أي شيء للبلاد وخصوصا المناطق الجنوبية، فهذه المناطق الجنوبية هي يعني خزين للثروة المعدنية بالعراق، خزين البترول، خزين النفط، لأن هاي واردات النفط من ذاك اليوم لليوم، يعني حتى هم يتحدثون، البارحة تحدث رئيس الوزراء بأنه كانت هناك ميزانية انفجارية بالعراق، وفعلا صارت الزمن أعتقد المالكي. نعم. هو تشوف الحكي مال أستاذ، يعني تشوف الحكي مال، تشوف تقول يعني إذا واحد يعني تعبر عليه يقول الحكي كله صحيح يعني. نعم. يعني 90% الحكي هذا صحيح. نعم. ولكن نعود بس التبريرات مالته كلها غير مقنعه استاذ. طيب. التبريرات غير مقنعه، يعني هو كان مثلا
كان من نائب رئيس الجمهورية، كان رئيس الوزراء، زين كل الرئاسات، يقول كل الحكومة، كل الرئاسات بما فيها البرلمان والقضاء والحكومة هي مسؤولة، مو أنا مسؤول عليها صار مثلا سنة كاملة، أنا ما عندي عصا سحرية، أنا أقول له العصا السحرية موجودة عند الشعب. نعم. يعني إذا كلها مسؤولة وأنتم تعترفون بها والشعب أصلا رافضكم، مش عندكم باقين؟ شكو باقين يعني؟ هو الشعب رفضكم، الشعب رافضكم، يقول لكم ما نريدكم، يقول لكم أنتم حرامية، يقول لكم أنتم ما خدمتوا البلاد. طيب. من فئات هذا الشعب كما تظهر الصورة وكما ذكرنا سيد شاكر، يعني آلاف الطلبة في كل المدن العراقية تشارك وتدعم الشباب بما أنهم فئة من الشباب، وأيضا ملاكات التدريسية. ما الذي يعطي لهذه الثورة؟ دولة مستقبل العراق. نعم. يعني أنا واحد من المعلمين اللي خدمت البلد وخدمت الشعب من خلال التعليم، يعني جهودنا وين راحت إذا ما تمر في الصورة هاي؟ جهودنا وين راحت؟ وين راحت جهودنا؟ نعم. من ذاك اليوم لليوم أنا 40 سنة بالتعليم، وكثير من زملائي وزميلاتي بالخدمة من ذاك اليوم لليوم، يعني كنا نربي أطفالنا وأولادنا الطلبة، علينا أن نربيهم، كلنا نربيهم على حب الوطن، لكن هم بالسنوات الأخيرة أستاذ اسمح لي يعني. تفضل. إجوا بمناهج، خل أقول لك بس شيء، إجوا بمناهج أنا كنت أدرس عربي وأدرس وطنية، أعطوني اجتماعيات يعني الصراحة. أعطوني اجتماعيات في الكتاب الوطني كان فيها يعني دور الجيش العراقي مثلا في فلسطين سنة 48 سنة 67. طيب. يعني هاي كلها شالوها. نعم. يعني الحرب العراقية الإيرانية اللي دافع بها العراق عن بلاده. يعني جاء التدخل الإيراني، هاي شنو محوها؟ يريدون هم بالغاية مالتهم شنو هاي كلها يعني شالوها من الكتاب طيب. الوطني. سأعود إليك سيد شاكر أيضا، معنا الآن مباشرة من ساحة التحرير في بغداد الناشط المدني علي عزيز. مرحبا بك سيد علي معنا. اهلا وسهلا، هلا بك عيني، حياك الله. يعني اطلعنا على الاوضاع في ساحه التحرير، اعداد المتظاهرين الان، المعتصمين، كيف هي المعنويات؟ الاوضاع حاليا احنا نعيش نشوه النفر. الاوضاع حاليا هو توافد الالاف من الشعب العراقي الى ساحه التحرير، واحنا دعينا ببيان رسمي عن الفيلق الاعلامي لانتفاضه تشرين، دعينا الناس كلهم ببغداد إلى التوجه إلى ساحة التحرير ليلة الخميس على الجمعة، ليكون يوم الجمعة هي يوم طرد الحكومة الفاسدة. يعني دعوتم إلى تظاهرة لنقل مليونية جديدة في ليلة الخميس؟ نعم، نحن دعونا ببيان تم بثه ونشره قبل قليل. نعم. دعونا إلى مظاهرة مليونية ليلة الخميس على الجمعة ونهار الجمعة، وكذلك دعينا إلى العصيان المدني المفتوح ليكون يوم غد الخميس هو غرة أيام الاعتصام المدني. نعم. يعني سيد علي، الاستمرار هذه التظاهرات الليلية وسط بغداد، والمتظاهرون كما نرى عبر ما يصلنا من مقاطع مصورة يحاولون الوصول إلى جسر السنك وأنت قريب من قلب الحدث، يعني كيف تفسر هذا التصميم وما السر في ذلك؟ يعني المتظاهرين يحاولون الدخول إلى أو السيطرة على هذه الجسور، فأنت قريب من ما يحدث. سيدي المتظاهرين هم عراق، الجسور عراقي. نعم. أملاك الشعب، احنا وين ما نروح وين ما نتوجه هذا منطقنا. الحكومة الآن تمارس عملية دور الحكومة قطاع طرق، اليوم هم ذا يقطعون الطرق، هم ذا يسوون الحواجز الكونكريتية ويضعوها بالطرق. هذا من حقنا نثور ونتظاهر في أي مكان، الحكومة ما من حقها تحدد لنا مساحة معينة للمظاهرات. الشعب كله ثار، اليوم ضاحت المدارس، الجامعات هي ساحات التظاهرات أيضا، فما بالك بالثور، فما بالك بالطرق العام. القوات الحكومية تريد أن يعني تحصر المكان في ساحة التحرير في بغداد. القوات الحكومية تريد وقف الاتفاق، تريد قتل أبنائنا المنتفضين الثائرين في وجهها. نعم. كل ساعتين وثالث ساعة يظهر من الناطق باسم رئيس الوزراء ويقول المتظاهرين هم مقربين، هم قطاع طرق. قبل يوم اتهمنا بأنه احنا نخبر لصناعة عبوات ناسفة متفجرة داخل جبل أحد. هذا كله تمهيد لاقتحام الثورة، لاقتحام الساحات، لكننا واعون جدا والله العلي العظيم من هذا المنبر نناشد العالم الدولي بأسره
التدخل العاجل، لان لدينا حكومه مجرمه تحكمنا الان وهي بصدد قتلنا، لان هذا الشيء لا يرد لها. هذه حكومه فاسده وعاجله، ونحن مستمرين بالتظاهرات، اما الشهاده او النصر. بإذن الله. ذكرتم أيضا سيد علي بأنه ستكون هناك يعني تجمع كبير، ربما تظاهرة مليونية في صباح الجمعة، ودعوتم أن يتوجه المتظاهرون من ليل الخميس. هل من شعارات ستحددونها في ليل الخميس على الجمعة في تلك المليونية؟ ما الشعار الرئيس الذي تنوون رفعه؟ الرئيس اسقاط العملية السياسية الفاسدة منذ سنة 2003 ولغاية اليوم، ومحاسبتهم ومحاكمتهم وسط ساحة التحرير. هذا هو المطلب الرئيس، ومن هذا المنبر. نعم نعم، يعني ليست هناك مطالب فرعية كما نسمع البعض يتحدث بها. ما عندنا اي مطلب احنا سوى اسقاط العمليه السياسيه برمتها وتشكيل حكومه انقاذ وطن، وحل هذا البرلمان المزيف المزور، حل الرئاسات الثلاث، هذه الرئاسات التي ذبحت العراقيين. يا اخي احنا شعب مذبوح، مذبوح من عام 2003 لحد اليوم. هؤلاء جميعهم اتوا لذبح العراقيين، متسلطين على رقابنا على لساننا، يعني تشوف انت قطعوا الانترنت علينا بالعراق، وبالرغم من انه داعش اشتد نصف العراق لم يسترجع ان يقطعوا الانترنت عن داعش ولا على المناطق التي تسيطر عليها داعش، لكن يقطعوه على ابنائهم على اخوانهم على بناتهم على خواتهم. يخطفون الناشطين من الطرقات وهم اعلم بمن يخطف الناشطين، هم نفسهم الذين قتلونا بالقناص، الذين انتشروا على اسطح بنايات الدوله بنايات الحكومه. اذا اسالك بالله عليك، يتهموننا بان بيننا مقتسين، الحكومه تقول نحن لا نعلم من هم القناصين، فاذا من هو الذي يحتوي المنتسين؟ هل المتظاهر ام الحكومه تحتوي المنتسين اذا كان كلامهم صحيح بانهم هم حكومه وقلبها على شعب؟ يعني وانت تتحدث عن هذا القمع الحكومي، هو واحد في كل المدن كما نشاهد، كيف وجدتم رد فعل ورد فعل المتظاهرين الآخرين أيضا في ساحة التحرير بعد هذه المجازر المستمرة من القوات الحكومية ضد المتظاهرين في المدن الأخرى وآخرها الناصرية؟ والله سيدي لو سمعت البيان اللي انتشرناه قبل ساعتين تقريبا من الآن، احنا أولا حيينا أبطال زيقار، حيينا أبطال بابل اللي هي عشتار الثورة، شوف ابطال بابل اللي حتى الان ومنذ اول يوم ملتزمين بالعصيان المدني، ملتزمين بالدرجه القصوى للعصيان المدني. في قرار انقذ عشرات الشهداء ومئات الجرحى، ابناء ميثام الاطفال الذين صبروا اروع معاني البطوله والفداء، ابناء الديوانيه، اما البصره الشهباء، يا الله الله على ابناء البصره الاطفال. العراق تهون ينتفض، ونحن نناشد من هذا المنبر اخواننا في المحافظات الشمال والمناطق الغربيه، يا اخوان نحتاجكم اليوم، لسنا محتاجين كي نثبت ثورتنا، وانما محتاجينكم كي تشاركوننا فرحه النصر. النصر قريب على الابواب، صدقني سيدي النصر قريب على الابواب. لا يزال البعض من الاحزاب او من يمثل هذه الاحزاب او اي شخصيه سياسيه لا تزال تحاول ان تركب الموجه، او ربما تبعث بمن يمثلها إلى حتى بعض الساحات، كيف تردون على ذلك؟ سيدي أنا شخصيا اتصلوا بي العديد من الأشخاص اللي أنا أعرفهم وعندهم ارتباطات مركزية وعندهم ارتباطات حكومية بالدولة، كلهم أبدوا قالوا إنه إحنا نحب نشارك نتضامن بالمظاهرات، نعرف هذا كله كذب وكل تمويه، هذا كله عبارة عن يردون إنه يصعدون يتسلقون على أكتاف. هذه الثورة ثورة شعبية، ونحن لن نسلم أي منصب من مناصب القادمة في هذا البلد العظيم إلا لأبطال ثورة التحرير في ساحة التحرير وباقي المحافظات ومكان مظاهرات واعتصامات الأبطال. نحن لسنا بحاجة لأشخاص مستوردين من الخارج، نحن أبناء العراق، ربعنا من صدور أمهاتنا العراقيات الأبطال. نحن لم نرضى الحليف المستعمر في بريطانيا وفي إيران. نعم، أرجو أن تبقى معي سيد علي عزيز من ساحة التحرير الناشط المدني. أعود إلى دكتور رافع الفلاحي.
دكتور رافع، ربما لديك تعقيب على ما تفضل به السيد. نعم، اولا يعني احيي الاستاذ علي عزيز على يعني على عراقيته مو على وطنيته، لان وطنيه في نفوس كل العراقيين الحق. احيي على عراقيته، كل واحد عراقي بهذا النفس الجميل الرائع وهذه الرؤيه وهذا التفكير المنطقي والعقلاني والرؤيه الواضحه، هي هذه الرؤيه اللي يحتاجها العراق. نعم. الان العراق لا يحتاج الا هذه الرؤيه، اما الرؤيه اللي اصلح لي هناك وعدل لي هذه لعبه يعني شبع منها اهل العراق وملوا منها ومكشوفه، وستعيدهم الى نفس الحفره التي يعني هؤلاء الشباب اللي مثل علي عزيز وهذه المجموعه الطيبه الخيره من العراقي اللي استشهدوا واللي ما زالوا على الساحه يناضلون ويحافظون على دماء وامناء على دماء الذين ضحوا، هؤلاء هم الذين اخرجوا العراق الان من هذه الحفره الظلمه، اخرجوه من هذا النفق المظلم وخرجوا بالعراق الان، سحبوه بالقوه الى النور، ويريدوا من العالم كله ان يطلع على تجربتهم وعلى رايهم ورؤيتهم للعراق الجديد. هذه النقطه. والنقطه الاخرى، جرى الحديث يعني ربما سمعت حديث انه الناصريه لماذا ثارت؟ لانه يعني يساريين. اولا لنتفق على قضيه وهذه كل المتظاهرين يعرفونها، أن كل الأحزاب هذه التي تدعي أنها أحزاب دينية وتحكم العراق ليس لها علاقة بالدين. نعم. لو كانت أحزاب إسلامية فإن الإسلام ضد الفساد، ضد النهب، ضد السرقة، ضد السفك الدماء، ضد الموبقات، ضد كل هذا، وهؤلاء يفعلون هذه وأكثر. يعني تريد أن تقول أنها ثورة شعبية لا يمكن أن تقصر؟ نعم، هذه الأحزاب ليست لها علاقة بالدين. نعم. واليساري وغير اليساري. وأريد أن أقول يعني جزء كبير من الحزب الشيوعي. نعم. العراقي اللي كان مناضلين ويساريين هم في العملية السياسية وداخلين مع ذولا. نعم. ويساريين، هذه ما لها علاقة. إلا علاقة بشعب مظلوم. صحيح. شعب من شماله إلى جنوبه، من غربه إلى شرقه، تعرض إلى أكبر كارثة في الدنيا. ما تعرض له العراق لم تتعرض له دولة في العالم. يعني حتى الدول التي تعرضت مثل اليابان للقنبلة الذرية في هيروشيما وناكازاكي لم يتعرض بلدها مثل ما يتعرض له العراق. تمزيق وميليشيات وسرقة ونهب وقتل وتفريق وتغيير ديموغرافي وتمزيق للمجتمع ودفع لأهله إلى الخارج وهضم لحقوق الشباب وهضم لحقوق الكفاءات، هذه ما تعرض لها بلد، وسرقة كل موارد تراكم منذ سنين. فبالتالي هذا الشعب رفض هذه، رفض، يريد الحياة. لذلك هذا الشعار نريد وطن الشباب اللي رافعيه يرفعوا بالناصرية والبصرة وبكل مكان، والدم اللي يسيل من الشباب بالناصرية والبصرة والديوانية وبالنجف وبكربلة وبابل وبغداد هو دم واحد، دم عراقي واحد. والنقطة الثالثة، الأخ علي يدعو كل العراقيين أن يساندون. صحيح. منا احنا بندعو كل العراقيين يساندوهم لأنه ذولا أمل العراق. نعم، ربما البعض كان في البداية يدعو أنه المحافظات الغربية ليش ما تطلع، هذه المحافظات تعرضت إلى ضيم هم يعرفون، تعرضت إلى ضيم ما تعرض إلى بشر، تعرضوا شبابهم إما بالسجون أو مهجرين في الخيام أو خارج العراق أو مغيبين في سجون ما حد يعرفها، مدن آلاف يعني تغيبوا لأنه خرجوا ولا يعتبون على أحد، لم يعتبوا على أحد عندما خرجوا وتظاهروا، لكنهم قلبا وقالبا ودما وانتماء معكم. وستأتي اللحظة اللي يكونون معكم أمامكم وخلفكم ومن جوانبكم يحموكم وتحموهم وجزء منكم. هذه هي الحقيقة، شعب العراق شعب واحد عمره ما كان كل البيوت في العراق تتقاسم الهم وتتقاسم الفرح وتتقاسم في الحزن وفي الفرح، هم واحد، لا أحد يسأل هذا من أي مذهب وهذا من أي دين، لم يكن هذا. هؤلاء من فرقوا الشعب العراقي بهذه الطريقة، وهذه الكوكبة الكبيرة من الشباب اللي أعادت للعراق وجهه الجميل، أعادت الأمل في عودة العراق الجميل. أنا أحيي الأستاذ علي ولكل الشباب ذولا أولادنا الحلوين، ويا رب ينتصروا لهم في انتصارهم، انتصار للحياة، انتصار للإنسانية. ثورتهم عراقية، نعم، واحدة من سماته أنه هي عراقية لكن هي إنسانية في نفس الوقت. هم أعطوا درس للإنسانية كلها، 17 سنة ضخ عليهم فكر طائفي، فكر تهديمي، سرقات، ثقافة فساد، لكن طلعوا
من أنقى الناس، من أكثر الناس عقلية ووطنية وقدرة على محبة بلدهم وإخلاص والتضحية من أجل بلدهم. فهؤلاء أعطوا نموذج للإنسانية، نموذج كبير جدا جدا. يعني هذه تجربتهم ربما الآن يعني في حومة هذا الصراع المرير مع هذه السلطة الغاشمة، مع أحزابها ومع إيران وأمريكا، لا أحد يستطيع أن يكون صورة كاملة عما فعله هذا الشباب. لكن عندما ينتصرون وستهدأ الأمور ويعود العراق إليهم، سيكتب عنهم بحوث وكتب كبيرة عن هذه التجربة الثرة الجميلة الرائعة اللي أحدثوها. تأكيد كما ذكرت دكتور رافع، يعني خرج هذا الجيل، هذه الصفوة، من رحم المعاناة كما ذكرت. وحتى البيانات دكتور رافع على قبل قليل ذكر الأخ علي عزيز بيانات اللجنة المنظمة، وذكر جوانب محددة مختصرة مقتضبة فيها وعي، يعني حتى وعي سياسي. نعم، في المطالب، قدرتهم أنا مطالب عامة أكثر من مرة وغيري قالها ونقولها، وهم وعيهم وقدرتهم على التفكير أعلى كثير. سبقوا هذه الأحزاب التعبانة، هذه الأحزاب التي يعني الرثة لا يمكن بفكرها وتوجهاتها وقدراتها. هذه ليس لديها إلا اليد الضاربة واليد التي تسرق واليد التي ترهن إرادة العراق وإرادة شبابه وإرادة كل العراق بكل ثرواته وكل خيراته وكل تاريخه وكل حاضره ومستقبله. هؤلاء أعطوا درس للإنسانية وسابقيهم بخطوات كثيرة. لذلك هؤلاء مهما فعلوا، مهما هذه الألاعيب استمرت، لن يستطيعوا أن ينتصروا على هؤلاء الشباب، لأنه قدرتهم العقلية، قدرت رؤيتهم السياسية ورؤيتهم الاجتماعية ورؤيتهم الإنسانية أعلى بكثير وأبعد بكثير من تلك الطغمة الباغية. أيضا السيد علي عزيز، هل ما زلت معنا من ساحة تحرير وسط بغداد؟ الناشط المدني سيد علي عزيز، يبدو أننا فقدنا الاتصال، سنحاول الاتصال به ثانية. الناشط والشاعر العراقي شاكر السامر، نجدد التحية بك مرة أخرى، حياك الله. أهلا وسهلا بكم. حياك الله. يعني القوات الأمنية سيد سامر طوقت ساحة الخلاني بالحواجز الإسمنتية لمنع المتظاهرين من الوصول إلى هذه الساحات. كيف تصف هذا الإجراء، هذه الإجراءات الحكومية لخنق المتظاهرين وحصرهم في مكان واحد، أو محاولة منعهم من التظاهر والاعتصام في هذه الجسور والساحات الأخرى؟ هذا المنع يعني ما راح يمنع المتظاهرين والشعب العراقي وخصوصا أهل بغداد من مواصلة تحدي هذه السلطة الغاشمة. يعني وإذا فرضا يعني حاصروا الخلاني، وإلى متى؟ يعني يوم يومين، الشعب العراقي يعني ما يهزم نهائيا وما يريد يرجع صراحة. يعني أنا كل ثقة بأنه كل أبناء الشعب العراقي بنساء ورجالا وأطفالا وشبابا يعني مستحيل أن يتراجعوا عن موقفهم. المطالب واضحة مثل ما تحدث عنها الأخ علي عزيز المدني في بغداد، ومثل ما تحدث عنها الأستاذ، تحياتي إلى رافع الفلاح، ما أريد أكررها، معروفة هي، معروفة، ما أريد أكررها، وكل الشعب يعرفها، وأصبحت حتى هذا الطفل الرضيع يعرفها. نعم. هذه الإجراءات التعسفية ما تزيد. يعني أنا حتى سمعت، مو جاي أنا أحكي عن نفسي، يعني أنا سمعت المتظاهرين نفسهم عند اتصالات من بغداد. نعم. جاي أسمع فيديوهات، جاي أشوف فضائيات، كل اللي قابلوهم وكل الهتاف مالتهم أنهم ما يتراجعون نهائياً. يعني هاي السلطة الغاشمة، هاي السلطة اللي تريد تضرب وتقتل وتقمع، تتصور بأنه بهذا الإجراء مالها راح يحبطون الثورة أو راح يحبطون نفسية المتظاهرين وإرادتهم الصلبة في مواصلة التظاهر، في مواصلة الاحتجاج، في مواصلة المطالبة بتحقيق المطالب مالتهم. مستحيل. يعني حتى لو صار أكثر من شهيد في اليوم أو عدد من الشهداء، فلن يستطيعوا أن يعني يفنون الشعب العراقي عن مواصلة مسيرته الظاهرة إن شاء الله. نعم سيد شاكر، يبدو أن الأخ علي عزيز الناشط المدني من ساحة التحرير وسط بغداد قد عاد إلينا. مرحبا بك مجددا علي عزيز. أهلا وسهلا. حياك الله. نؤكد على ما ذكرته قبل قليل بأنكم دعوتم إلى مليونية جديدة في يوم الجمعة المقبل من ليل الخميس،
والشعار الرئيس كما ذكرت هو إسقاط هذه العملية السياسية التي جاء بها الاحتلال. هل تتوقعون استجابة كبيرة كعادة المتظاهرين في كل دعوة؟ نعم نعم بالتأكيد بالتأكيد، كن مطمئن وصرح العراقي. نعم نعم موجودة الاستجابة والمليونية موجودة والناس بلشت تتشاشر عندنا بسحب التحرير الحمد لله والشكر، الناس كلهم عندهم وعي. نعم، كيف تستقبلون يعني بعض الأخبار التي تؤكد اعتقال أو خطف بعض الناشطين في هذه التظاهرات؟ الاعتقال والخطف موجود من اعتقال وخطف، ما هم يقتلون عيني عينه. نعم. عيني عينك يقتلونه أكثر من هذا شو يجوز بعد؟ يقتلونه ويخطفونه يقتلونه قتل مباشر أخي، حكومة متسلطة لقتل شعب أكثر من هذا ما أقدر أقول بعد. حكومة سلطة مدة فترة طوال قرارات قد يومين يعتقلون المتظاهر وتوصل بهم الأحكام إلى 20 سنة، ما هاي القوانين؟ ما هذه؟ هذه قوانين سلطوية كلها، قوانين سلطوية وجاءت من حكومة فقدت شرعيتها بعد، انتهى الموضوع. احنا هاي الحكومة يعني شعرة معاوية اللي بينها وبينها انقطعت. طيب يعني هل تعتقد أن هذه الممارسات ستثني أو ستخيف بعض المتظاهرين أو الناشطين؟ ونلاحظ أيضا يعني اعتقال حتى النساء، يعني كيف تصف هذه الممارسات؟ سيدي أنا المتحدث وياك اليوم، أنا يوم 25 تشرين على جسر الجمهورية ضربوني قنبلة مباشرة للغاز المسيل الدموع في صدري. نعم. وأنا حاليا صدري مفتوح، انفتح بصدري 18 سنتيمتر يمتد من صدري إلى تحت أبطي، وبرغم هذا الأطباء ما يقدرون يخيطوه لأنه جسمي كله متسمم بالغاز، لحد الآن جرحي مفتوح، كل يوم أضرب أبرتين فولتارين حتى أسكن الألم وأرجع لتحت التحرير. هذا الشباب اللي عندنا، يعني هذا هو شباب العراق، هذا شباب المستقبل، هذا شباب الثورة. أنا واحد منهم، أنا لا أقودهم ولا أنا أكثر منهم وطنية، أنا واحد من عندهم. أيضا نذكر بهذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة، اللجنة المنظمة لتظاهرات تشرين تؤكد أن خطاب عادل عبد المهدي أثبت أن الطغمة السياسية الحاكمة لا تحرص إلا على مكاسبها ومصالحها الفئوية والحزبية. بالتأكيد يعني حتى السيد علي، الحكومة الحالية يبدو أنها تحاول أن تهتم بإجراء إصلاحات وإصدار قوانين وما إلى ذلك من مثل قانون انتخابات جديد، يعني كيف ترون هذه التصريحات الحكومية؟ كيف تصفونها؟ السيد علي عزيز معنا، يبدو أننا قد فقدنا الاتصال. إذن دكتور رافع، يعني اللجنة المنظمة كما ذكرنا أنه ذكرت أن خطاب عادل عبد المهدي أثبت أن الطغمة السياسية الحاكمة لا تحرص إلا على مكاسبها ومصالحها الفئوية والحزبية، هل تعي الحكومة هذا الرد؟ يعني هل تفهم هذا الرد؟ هي لا تفهم هذا الحقيقة، من البداية كانت تعتقد كل هذه أحزاب السلطة خلال هذه ما يقرب من 17 سنة اعتقدت أنها وبقدرتها على يعني قمع التظاهرات التي حصلت في العراق طوال هذه السنوات من عام 2003 ووصولا إلى يعني ثورة 25 شباط 2011 وما بعد، كل هذه الانتفاضات التي حصلت والاعتصامات التي حصلت في 6 محافظات قمعتها بالحديد والنار واستعانت بقوى خارجية وميليشيات أو إيران وأمريكا، هذه الحقيقة تعتقد هي وصلت إلى مرحلة أنه العراق طوع عمرها يعني، والشعب هذا كسرت إرادته على الحياة وغير قادر أن يناقشها وغير قادر أن يقف أمامها. عندما خرجت هذه الثورة، هذا الشباب عندما خرجوا بانتفاضتهم بيوم 1 تشرين أول واستمرت هذه الانتفاضة فاجأتهم. في البداية كان عادل عبد المهدي إذا تتذكر أول خطاب إلى اللي خرج تالي الليل، يعني خرج الساعة 2 بالليل كان خائف ومرتعب، والخطاب الثاني كان أكثر ارتباكاً لكن مع تأكيدات إيران ومساندة إيران وقوى وميليشيات بدأ يستعد يعني يستعيد قدراته على المناورة و
التحدث بعين وقحة مع الشعب. نعم. وبدأ يتهم الشعب باتهامات، وهو من أول يوم اتهمهم اتهامات، وجه عندما لكن واجهوا الرصاص وقدموا مئات الشهداء وآلاف الجرحى، واستمرت التظاهرات ويعيدون باستمرارها، وشاهد أن الشوارع الآن غير شكل، والحال انقلبت فجأة وهم غير قادرين وهم ضعفاء. يعني في البداية تحدث حتى عن استقالة، لكن بعد أن جاء أمر من إيران ودعم من هذه الأحزاب والتحكم العراق، بدأ يتحدث بغير طريقة. الآن تغير قليلاً الخطاب. نعم. هو يعتقد أن قوتهم على البطيش قادرة أن تقمع هذه التظاهرات، وهذه رؤية قاصرة، رؤية غير صحيحة. الشعوب عندما تثور، وهذا الشعب العراقي عندما ثار، لن يتراجع. ربما تستطيعون أن تقتلوا 1000 و2000 و5000 و10000، لكن الشعب كبير، سيعود مرة أخرى. من الرماد خرج لكم 17 سنة تبثون الفكر الطائفي والفكر التفريقي والتمزيقي والهويات الفرعية، وإذا بالشباب اللي يخرج ينادي بالعراق بهوية واحدة، غير طائفي، غير معبأ مثل ما أردتوا، إذا فاجأهم. فبالتالي هذه الثورة ماضية إلى طريق. هؤلاء يعني ربما البعض يقول يلعبون في الزمن الإضافي، هذا خارج حتى الزمن الإضافي. عادل عبد المهدي وكل قوى العملية السياسية يلعبون الآن خارج حتى الزمن الإضافي. انتهت هذه القضية، سيخسرون وسينتهون، والخوف يجب أن يخافوا على أنفسهم. هذا الشعب سيصلهم في أي لحظة من اللحظات، سيصلهم. هناك لحظة فارقة ستنقلب الأمور بطريقة دراماتيكية غريبة عجيبة، وسيشهدونها، أتمنى أن يشهدونها. لأن هؤلاء لم يتعظوا بقراءة التاريخ، برؤية الشعوب كيف تثور، بالظلم والقهر اللي سلطوه على العراقيين طوال 17 سنة. العراق مسلوب الإرادة، مسلوب السيادة، مسلوب الاستقلال، ثرواته مسروقة، قلة هم من يثرون، والشعب كله في فقر، تعليمه في أسوأ شيء، الصحة في أسوأ شيء، الخدمات غير متوفرة، الشباب معدومة، أفق الحاضر والمستقبل مقفل أمامه. وإذا خرجوا يريدون وطن ويريدون حياة، يختطفون واحدة هنا ويختطفون واحدة هناك، ويختطفون شاب هنا ويختالون واحد هنا، ويضربوهم بقنابل مميتة وبالرصاص الحي. هذا لن ينهي الأمر. في الناصرية، في البصرة، في كل المدن ستثور عليكم، وثورة واحدة وستنهي كل شيء. نذكر دكتور رفع أيضا هناك خبر عاجل آخر. اللجنة المنظمة للتظاهرات، خطاب عبد المهدي الذي يتحدث عن صراع شيعي هو دليل على اهتزاز أركان النظام الذي بني على المحاصصة الطائفية. لاحظوا الخطاب، نفس القضية، عادوا إلى ما يتكون عليه من عام 2003 لحد الآن. الطائفية ليس لديهم سوى الطائفية. وهذه المستعمر الأجنبي المحتل الأمريكي عرف هذه اللعبة، وجاء بهم لكي يلعبوها من مجلس الحكم، وهي التقسيمات الطائفية والإثنية، هكذا اللعبة. ولكن الآن يستندون إلى هذه القضية. الرد بالمرصاد دكتور. نعم. الرد بالمرصاد. لا واضح. انظر إلى الخطاب، يعني خطاب اللجنة المنظمة للتظاهرات، يعني رد عليه بأنه دليل على اهتزاز أركان النظام الذي بني على المحاصصة الطائفية. هاي حقيقة. رد. حقيقة. نعم. انتهت. هذا الشعب خرج ضد الطائفية. هم كانوا يتحدثون، كانوا يلعبون طوال الفترة. إنه إحنا في الانتخابات القادمة عندنا أحزاب عابرة للطائفية، فكر كذبة. لا، ليس لديهم غير الاتكاء على الطائفية والميليشيات هاي الطائفية. وهذه القوى الطائفية والبناء الطائفي. هم يعتقدون أنه في هذا، وهذا الجمهور يعتقدون جمهور طائفي مجيش طائفيا لخدمتهم، وهم أسياد ويقودون هذا الجمع بهذه الطريقة. هذا الشعب أبي شعب إلى عنق بالحضارة 8000 و10000 سنة، إلى ثوراته، إلى قدرته على التفكير، أعطى دروس للحياة للعالم كله. كانت أفضل المدارس في العراق، وأفضل الجامعات في العراق، وأفضل ما لا علاقة بنظام، نتكلم عبر التاريخ إلى اليوم. هذا العراق والشعب العراقي يبدأ من بيت صغير، هذا المجتمع العراقي من بيت صغير يعرف شلون يربي أبنائه ويعلمهم حب الوطن. وصلوا الناس، وصلوا الخارج أن يفهم إنه العراقي لا يحب وطنه. العراقي ليس له حمية وطنية، ليس له انتماء لوطنه، وهذه كذبة كبيرة. هؤلاء الشباب أثبتوا أن كل هذه النظريات اللي 17 سنة ذولا
يرسخونها قد سقطت، وأنه ابن العراق أكثر واحد انتماء لوطنه وحب لوطنه وحب لرايته ولأهله ولمجتمعه ولبلده ولترابه. نعم. هذه الحقيقة. الآن من يتحدثوا لك يقول لك ما نريد وظيفة، ما نريد كل شيء. نعم. احنا نريد وطن، نريد وطن، يعني هذول سلبوا من عندنا وطننا، نريد نطلع هذا الوطن من هذا الأسر. الآن عادل عبد المهدي حرب شيعية، لا مو حرب شيعية، شيعية هذه طغمة فاسدة، طغمة باغية تريد سلب العراق وسلبت أمواله وقراره وإرادته وحياته ورهنة كل شيء بالعراق، وما لها علاقة لا بطائفة ولا بدين ولا بمذهب ولا هؤلاء، مجموعة من اللصوص سراق عصابات. نعم. وهذا الشعب خرج ضدهم، ما لها علاقة إذا كان سني شيعي كردي عربي، المهم هو في هذه العملية السياسية اللي أسقطت العراق ورهنت إرادة العراق. نعم. هذه هي المعادلة، مو المعادلة أنت شيعي شيعي. نعم. وهذا الكلام التعبان يدل على اللي إفلاس شعب الحكومة دكتور، اللي شعب أدركه وخرج ضد هذه المقولات. نعم. الآن أنت تعود لتلعب بها لن تستطيع يعني الفوز بها. أيضا ناشط الشعر العراقي شاكر سامر، مرحبا بك من جديد. نعم. مرحبا. كيف تصف هذه الأساليب، يعني تارة باللعب على الوتر الطائفي، مرة أخرى بأسلوب الترغيب ومحاولة استمالة هذه الجماهير بإجراءات ترقيعية مثل إجراء إصلاحات وقوانين منها قانون جديد للانتخابات، هل ستفلح هذه الإجراءات الحكومية؟ بالنسبة للوتر الطائفي هذا مو جديد على 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 هاي السلطة وهاي الحكومة اللي جت من 2003 لحد الآن. الوتر الطائفي هم من البداية لعبوا عليه، يعني هسه لعبوا عليه بشكل آخر بوجه آخر بطريقة جديدة على أساس صراع شيعي شيعي. هم من البداية إجوا على أساس صراع سني شيعي صراحة، خلينا نقول بس ما نجحوا، يعني ما نجحوا وبدوا هسه على أساس صراع شيعي شيعي حتى يعني يهيئون للناس ويقولوا لهم يا بشر يا عراقيين يا شيعة، خلينا نقول بين قوسين انه هذا الصراع راح يضر بيكم. كيف يضر بيهم؟ حتى لو نعتبره صراع شيعي شيعي، خلينا نفرض يعني جدلا نفرض هو ما موجود، مو صراع مو شيعي شيعي استاذ، هو صراع بين طغمة حاكمة فيها سنة وبها شيعة وبها مسيح زين ضد إرادة الشعب اللي أيضا في سنة وشيعة ومسيح وصابئة. نعم. ما حققوا إرادة الشعب، هسه خلينا نعتبره هو صراع شيعي شيعي، أنتم ما تمثلون الشيعة يا حكومة يا برلمان، ما تمثلون الشيعة، إذا أنتم جايين باسم الشيعة، فالشيعة ما تمثلكم، الشيعة قامت عليكم ضدكم صارت، تريد تطلعكم، ما يعني ما الشعب الشيعي خلينا نقول بين قوسين، إذا هي ثورة شيعية خلينا نفرض جدلا وهي مو ثورة شيعية. نعم. أنتم يا رموز السلطة الشيعية ما نريدكم، لأن أنتم ما تمثلونا. ما خدمتونا، جيتوا نظرية احتلال أمريكي إيراني. خلنا نفرض هسه مثل ما قلت لك، خلنا نفرض جدلين صراع شيعي، أنتوا جاي تمثلون الشيعة الباطل يا حكومة، وإحنا الشيعة الأصلاء العراقيين، ما نريدكم قوة هي يعني، وإذا صراع شيعي شيعي، خلنا نفرض صراع شيعي شيعي، شنو يعني؟ يعني هم ما يمثلوا الشيعة أساس، يعني تمثيل مزور، تمثيل خادع، تمثيل بسلب إرادة العراقيين، يريدون يخلون الفرس يريدون يخلون الايرانيين يهيمنون على المنطقه العربيه كلها، وراس جمجمه العرب هو العراق. نعم. هم اذا استحوذوا على العراق معناه استحوذوا على كل المنطقه العربيه. طيب. العراقي اصيل، اذا مو هو عراقي فهو سومري، فهي ارضه هو متمسك بها، شلون يطيها؟ نعم. صح لو لا؟ صحيح. شكرا لك سيد شاكر السامر الناشط و الشاعر العراقي، أشكرك الشكر الجزيل. هذه الإجراءات أيضا ربما إجراءات ترقيعية إصلاحية أحيانا تخرج بها الحكومة لمحاولة استمالة الجماهير، ألا تعتقد دكتور رافع أنه فات أوانها، يعني أصبح النضج والوعي الجماهيري يعني فوق هذه الإصلاحات أو الإجراءات الترقيعية مثل قانون الانتخابات وما إلى ذلك؟ الحقيقة أستاذ نصير، يعني هذه الأحزاب من ضمنها حزب عادل عبد المهدي اللي يقولون مستقل، وهو نفس حزب الدعوة وجماعة الحكيم، هذه المجموعة اللي جت حكمة العراق بهذه الطريقة. نعم. هو السؤال اللي الجماهير وجدت إجابة عليه منذ فترة وخرجت الآن بهذه الطريقة، هل يعني هل يمثلون هؤلاء، يعني حتى بحديث عن شيعة شيعة، هل يمثل الشيعة هو حزبه وكل هذه الأحزاب اللي تحكم العراق، هل يمثلون الشيعة؟
إذا كانوا يمثلون الشيعة عليهم أن يجيبوا على سؤال واحد، ماذا قدموا للشيعة؟ قدموا المآسي والكوارث والفقر والأذى والأمراض والضيم، وبالتالي طلعوا الشعب بهذا الشكل. في آخر انتخابات المزورة اللي صعد بها هو هذا عبد المهدي، 82% من العراقيين مشاركوا بالانتخابات، وهذه واضحة، رسائل واضحة. صحيح. هؤلاء سنة وشيعة بالعملية السياسية لا يمثلون إلا أنفسهم، لا يمثلون أحد، لا يمثل شيعي ولا يمثل سني ولا يمثل، هم إيش قدموا للسنة وللشيعة وللأكراد لا يمثلون أحد حقيقة. ليست الحكومة، حتى البرلمان أخفق نفس الشيء. ما هو البرلمان هو اللي من رحمة طلعت هاي الحكومة، هو جزء من هذه المحاصصة، هو نفس هذه المحاصصة من أحزاب هذه الطائفية الحقيقة، لكن هم لا يمثلون أي طائفة، يمثلون أحزابهم ومصالح أحزابهم ومصالحهم الفئوية ومصالحهم الخاصة بالذات. وهذه اللعبة مجة. والآن السؤال، يعني أنت خايف على الشيعة وأنت إيش قدمت للشيعة؟ أنت خايف على السنة، إيش قدمت للسنة؟ خايف على العراق، أنت مو عراقي، ما قدمت للعراق شيء. هذه هي الحقيقة الآن، هذا السؤال، هذا بساحة التحرير الآن، كل ساحة التحرير. يعني وربما يعني فاتني أن أدعو وإن شاء الله يستجيبون إلها الآن في كل المحافظات، خلي يجعلوا ساحة في كل محافظة اسمها ساحة التحرير، لأنه الحقيقة العراق يحتاج إلى التحرير. يعني نعم ساحة الحبوبي موجودة وساحة ما أعرف وكلها موجودة في المحافظات، لكن إلقوا ساحة معينة أو هي نفس الساحة سموها ساحة التحرير، مثل ما غيروا بعض الساحات سميها يعني ساحة التحرير، لأنه العراق فعلا يحتاج إلى التحرير، يحتاج إلى أن يخرج. أنت تحتاج إلى وطن، والوطن أسير، الوطن أسير بيد هؤلاء المجموعة من العصابات، يجب أن يخلص الحقيقة هذه. ساحات التحرير أنجبت وتنجب، والآن اللي بيها خيرة شباب العراق، خيرة الناس اللي يحبون العراق ويحافظون على العراق، وبالتالي سينتصرون للعراق ويخرجون العراق من هذا النفق المظلم الخرب اللي حاولوا دخلوه عنوة به ويريدون أن لا يخرج منه. يريدون العراق لا يخرج، لذلك عادل عبد المهدي يتحدث عن صراع، يريد العراق لا يخرج من هذا النفق، لا يعرفهم على حقيقتهم. هؤلاء ليسوا شيعة وليسوا سنة وليسوا أكرادا وليسوا عربا وليسوا من أي شيء، وليسوا مو عراقيين. إذن دكتور رافع، في هؤلاء الدقيقة الأخيرة، ما الذي تقوله للناشطين لكي لا يتم التفاف على مطالب الناشطين والمتظاهرين في الساحات؟ ما المطلوب فعله؟ الحقيقة في كل، ربما في كثير من التظاهرات التي حصلت، ربما نحن نعطيهم الطاقة ونعطيهم الدعم. هؤلاء هم يعطون الدعم. يعرفون. الآن هذه الساحات محصنة بهذا الفكر، لا يحتاجون. هؤلاء تجاوزوا كل الخطوط، الآن وصلوا، وعيهم هو اللي وصلهم، وقدموا الدماء والتضحيات، لا يحتاجون إلى أن تقول لهم يعني خذوا حذركم وخذوا، أبدا، هم واعين ومدركين لما يحصل، والرؤية عندهم واضحة والصورة واضحة، ونحن نستمد من الصورة التي في بالهم في رؤيتهم، نستمد ما نرى، هذه هي الحقيقة. يعني قوتنا من قوتهم، احنا نستمد القوة والعزم والتفاؤل من وجودهم في هذه الساحات. فهم لا يحتاجون إلا أن يكونوا على الأرض هناك، ليس أكثر، وهم يعني ما شاء الله، والله يحفظهم إن شاء الله ويحفظ العراق وبفضلهم إن شاء الله، وقبل ذلك بفضل الله قبل كل شيء ينتصر العراق وتخرج هذه الطغمة ويعود وجه العراق. أبي إن شاء الله بجهود وبدماء هذه المجاميع من الشباب، أهل العراق. نعم. شباب العراق هذا الجميل الرائع. شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث السياسي دكتور رافع الفلاحي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء.